هذا وانطلقت على هامش سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران لطيران الخليج 2023 ثلاث بطولات إقليمية ودولية كسباقات مساندة حيث خطف البرازيلي جابرييل بورتوليتو وزميله في الفريق أوليفر جوتا سائق فريق ترايدنت السباق الرئيسي للجولة الافتتاحية لبطولة الفورمولا 3 فيما تمكن ثيو بورشير من السيطرة على بطولة الفورمولا اثنين التابعه للاتحاد الدولي للسيارات. من جانبه تمكن هاري كينغ من السيطره على جميع فعاليات الجوله الخامسه من بطوله تحدي البورج سبرنت الشرق الاوسط. اما فئه البرو ام فتمكن من السيطره عليها الكندي بشار مارديني بينما جاء البلغاري جورجي دونشيف في المرتبه الثانيه وانضم اليهم الشيخ سلمان بن راشد ال خليفه على المنصه للتتويج بينما فئه ام احتلها الهولندي روبرت سولما.